طرطين يا ولاد، ده الفانوس اتكسر. وضرب معلش انا ما خدتش بالي وانا برجع ورا، متاسف. ضرب صاحبها ينزل يعمل غاره ويمسك في خناقه. انا اطلع قول له انا هستناها، انا مستعد اصلح كل حاجه. ما اعرفش ابي يصلح فين يا بيه، ده اصلا من سكان العماره. طب هقول لك حاجه، لما ينزل ادي له الكارت ده، خليه يتصل بيا اي خسائر انا مستعد اصلحها. طيب يا سعاده البيه، وده عشانك. شكرا يا سعاده البيه، شكرا يا سعاده البيه. انا انا اللي متاسف. شكرا يا بيه. بقولك ايه، انا مش جاي اتكلم في اللي فات، مش جاي اسالك انت شهدت ضد ليه في المحكمه، مش جاي اسالك انت عملت كل ده معايا ليه بعد اللي انا عملته معاكي. قليل الاصل بيفضل طول عمره قليل الاصل يا بنت عزيزه. انت مين؟ انت مين وبتتهجم عليا ليه؟ انت مين؟ مش عايز منك حاجه غير الاوراق والمستندات. تديني الاوراق والمستندات امشي من هنا ومش هتشوف وشي تاني ابدا. قلت ايه؟ انا ما عنديش اي ورق، انا ما اعرفش حاجه. بقولك ايه؟ ما تستعبطيش عليا، بلاش الاستعباط والاستهبال ده، لحسن اطلع روحك. سعاده البيه، في واحد كسر الفانوس بتاع عربيه سعادتك وساب لك كارت اهو عشان تكلمه ويصلحه لك. طب سعاده البيه، طب خد الكارت. سعاده البيه يا سعاده البيه، مش معقول، خد الكارت كابوله. سعاده البيه عليها كتير عشان الماكو ما فتحتش. ما فتحتش خالص؟ خالص يا بيه. طب اي اوامر؟ رئيس. ايوه يا بيه. ما شفتش مدام نيفين وهي نازله؟ انا ما شفتهاش نازله، بس يمكن تكون خرجت وانا بشتري الحاجات دي. اسكت، مش الراجل بتاع امبارح بدي له الكارت بتاع سعادتك قام سابني ومشي ولا سال؟ راجل مين؟ راجل معلم صاحب العربيه اللي انت كسرت الفانوس بتاعها. معلم؟ معلم اخر غنى وقباها، ده ما هموش يبص على الفانوس اللي اتكسر، مع ان الفانوس بتاعه بالشيء الفلاني. جات لك مصلحه سعاده البيه. هو كان جاي مين هنا؟ ما اعرفش سعاده البيه، ده اول مره اشوفه. طب شكله ايه؟ هو طويل وعريض وجرم كده بس. طب لابس ايه؟ لابس جلابيه وعليها عبايه اخرب بها. شكرا. طب انت ليه متوقع ان يكون حصل لها حاجه وحشه؟ ليه ما تقولش مثلا انها هربت تاني لما عرفت انك ناوي تخليها تسلم نفسها؟ يا شريف، البواب قال لي ان انا بعد ما وصلتها بالليل طلع عندها في الشقه راجل معلم بلدي كبير وتخين. طب وايه علاقه الراجل ده بالموضوع؟ مش عرفك انت انه كان طالع لها هي فعلا؟ هشرح لك. هقول لك، بص، حد شافك وانت طالع او وانت نازل؟ ايوه، الواد البواب شافني.
حقق فيه كويس؟ وقف يتكلم معايا شويه. يبقى لازم نروح له حالا ولا غيب؟ رغم ان الافتراض بتاعك ده بعيد شويه الا اني هتصل بالقسم اللي عنوانها تبعه واخليهم استصدروا امر من النيابه بدخول الشقه. هاي البرافو، هو ده التصرف المظبوط. بس على فكره انا مش بعمل كده عشان مقتنع بالكلام اللي انت قلته لي، انا بعمل ده لان الست دي مطلوب القبض عليها. شريف مش مهم السبب، يلا بينا. الله يخليك، يلا. طيب طلع ساعتي بيه نيفين. نيفين فتش جوه. نيفين 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 محدش يمسك او يحرك اي حاجه من مطرحها. بلغ المديريه يا فوزي. يا دورتين يا ولاد، قتلوك ليه؟ انت ست طيبه وزي السكاره، ليه عايزين منك ايه؟ بقول لك ايه يا ريس. ايوه انت كنت موجود امبارح بالليل؟ ايوه بيه. يعني شفت الست نيفين وهي طالعه؟ شفتها يا بيه، حتى بالاماره سعاده البيه كان وياها وطلع وجايب ونزل بعد شويه. مفيش حد تاني طلع بعد كده؟ لا مفيش يا بيه. امال الراجل اللي طلع بعد كده كان طالع عند مين؟ ايوه ده راجل اللي لابس بلدي، اللي انا كسرت فانوس عربيته واللي انت قلت لي عليه. ما اعرفش يا بيه، اصل العماره فيها شقق كتير قوي ياما. طيب انت فاكر شكل الراجل ده؟ ايوه بيه. يعني لو شفت صورته تقدر تعرفه؟ طبعا، ما انا وقفت واتكلمت معاه، ده حتى سعاده البيه اداني كارت اديهوله. هو ده الراجل؟ لا يا بيه مش هو. انت متاكد؟ طبعا متاكد، الراجل التاني كان شكله غير كده خالص. كان شكله ايه؟ كان ضعيف كده بيه وقصير. ضعيف وقصير ايه؟ انت النهارده الصبح قايل لي بعظم التسانك انه كان طويل وعريض وكرم وكان لابس على جلابيه وعبايه. اخرب بقى اخرب بقى يا بيه، ده كان لابس بدله بس ايه على قد حاله. انا بقول كده يا بيه ان هو سواق العربيه مش صاحبه. انت كذاب، انت قلت لي النهارده الصبح ان الراجل ده كان طويل وعريض وقوي وباين عليه انه غني ومريش. حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش يا بيه. ما حصلش يا كذاب. ما حصلش يا بيه. ما حصلش. طب ايه واحده يا حصان؟ الراجل ده بيكذب. شوف شريف، انا متاكد اللي طلع وقتل نيفين هو جمعه زيدان، وجمعه زيدان هو اللي بعت واشترى الراجل ده عشان يغير اقواله. الراجل الضلالي ده، اسمع بس اضطرك على الراجل ده هيوديك انت في داهيه. قول الحقيقه احسن لك. يا بيه انا قلت مش كده يا دكتور عصام. شريف الراجل ده كذاب، ده بيغير اخواله. انا متاكد انه جمعه زيدان، متاكد. يا دكتور عصام، اللي حضرتك بتطلبه ده شيء مستحيل. ازاي عايزني اقبض على واحد وحقق معاه بتهمه القتل لمجرد ان القتيله شافته بالحلم بيتهجم عليها وعايز يقتلها؟ بذمتك ده كلام منطقي؟ يا فندم تقدر تقول لي البواب ليه غير اقواله الاولانيه؟ تقدر تقول لي انت ليه مصر ان الراجل اللي شافه البواب هو نفسه المعلم جمعه؟ لان وصفه الاولاني بينطبق عليه، بينطبق على جمعه. ولنفترض ان كلامك ده مظبوط، ايه الدافع اللي يخلي جمعه زيدان يقتل مدام نيفين؟ ده هو صاحب المصلحه الاولى، ده هو الدافع كله. حضرتك اولا هي شهدت ضده في القضيه ياهل، وحسب معلوماتكم انتوا ان هي عندها اوراق ومستندات تدينه وتوديه في داهيه وتدخله السجن. اسمعني يا دكتور عصام. نعم. الست اللي شهدت ضد جمعه زيدان واللي معاها الاوراق والمستندات اسمها المعلمه زهره، مش مدام نيفين. لا معلش، هما الاثنين شخصيه واحده. وتثبت كلامك ده ازاي؟ يا فندم انا دكتور، انا كنت بعالجها. هجيب لحضرتك تقرير واشهد فيه بكده. تقريرك ده هيثبت حاجه واحده بس، وهي ان الست دي كانت مريضه نفسيا. وعلى فكره ده دليل قوي في صف جمعه زيدان مش ضده. واقرارك بان الست دي كانت مريضه مش هيخلي كلامها اي تاثير ولا معنى. فما بالك بقى اذا كان اتهامها ليه اساسا مبني على مجرد كوابيس واحلام. تفتكر ان ده دليل ممكن اوجه على اساسه تهمه خطيره زي دي لشخص ما فيش اي علاقه بينه وبين القتيله؟ دكتور عصام،
ايه اللي خلاك توصل قتيله لحد بيتها بعربيتك ليله ما اتقتلت؟ ما عربيتها ما كانتش معاها على ما اظن، هي كانت دايخه ما كانت عندي في العياده، وبعربيتها اظن بتتصلح، وبعدين خايفه ومرعوبه وانا حبيت اطمنها واوصلها لحد بيتها، يعني لحد شقتها. للدرجه دي حضرتك بتهتم بمرضاك ولا مدام نيفين ليها وضع خاص؟ انا مش فاهم يعني سؤال سيادتك ده تقصد بيه ايه. قصدي يعني ان انت متعود تستقبل مرضاك في شقتك وتوصلك بعربيتك لحد بيتهم بعد نص الليل، ولا المريضه دي بالذات ليها عندك وضع خاص؟ يا فندم الدكتور مالوش مكان ولا زمان يعالج فيه الناس، انا ممكن اعالج مريضي في اي وقت وفي اي مكان، في البيت، في المستشفى، في الشارع، على الرصيف، بالليل، في الفجر، الظهر. اهم حاجه في الطبيب ان المريض لما يحتاجه يلاقي طبيبه جنبه. بس انا حاسس كده انك كنت مهتم بحاله المدام نيفين زياده عن المعتاد. لانها مش حاله طبيه بس، كانت حاله جنائيه كمان. وانا قلت الكلام ده، قلته للمقدم الشريف، قلت له الست دي مهدده بالقتل، واللي توقعته حصل. حصل بالظبط. دكتور عصام. نعم. حضرتك لما وصلت القتيله دخلت معاها الشقه؟ ايوه. قعدت معاها قد ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعه، حاجه كده. عملت فيها ايه؟ ايه اللي عملته فيها ايه؟ ده سؤال يعني يا فندم يعني. يعني اتكلمتوا في ايه؟ كان كلامكم عن حالتها المرضية ولا مجرد دردشة أصدقاء كده؟ أنا مش فاهم سؤال حضرتك ده تقصد بإيه بالظبط؟ دكتور عصام، أنت آخر واحد شاف القتيلة وقعد واتكلم معاها وهي حية، وحسب شهادة البواب إن هو شافك وأنت نازل من عندها وأعصابك مضطربة، لدرجة إنك صدمت بعربيتك عربية تانية كانت واقفة وراك. والأهم من ده ومن ده ان انت الوحيد اللي لقينا بصماته على كوبايه عصير داخل الشقه. يعني انا مش قادر افهم الاسئله اللي عمال حضرتك تسالها لي من الصبح دي. ده زي ما تكون بتدور على سبب تتهمني ان انا اللي قتلتها. الادله اللي قدامي وشهاده البواب وكلامك انت شخصيا ليا بيخلوني اوجه لك الاتهام بقتل المجني عليها نيفين حسنين الدبلي.